معكم هويام، مرحبا بكم. الحمد لله انا رجعت لبات بنتي. انتم عارفين ان انا تصطيت بسبابه، وبسبابه وليت كنشرب الدواء، ولكن الحمد لله ملي جا انا فرحانه، وملي رجع لي انا فرحانه بزاف. وشكرا للفان ديالي، تليفوني طفا، كنت غندير لكم لايف. ما تنساوش تدخلوا قناه هويام ستار باش تعرفوا الجديد مع الزوج ديالي اللي هو بات بنتي. ما كرهتكمش تدخلوا وتشوفوني انا وياه. انا فرحانه لواحد الدرجه ما كتصورش، وما باغاش نبكي وحق الله، لان هذاك بات بنتي واعز ما عندي في الدنيا. والصراحه كنتمنى يكون صادق هذه المره وما يغدرنيش، حيت انا بسبابه تسطيت. ولكن الحمد لله دابا حاولت ملي جا، حاولت انا نحيد الدواء، وليت كنشرب غير الفانيد. المهم الدواء ديال الطبيبه ما بقيتش كنمشي عندها. هاد الايام كامله كنتلاقاو وكنخرجوا لي فان ديالي، كانوا هو راه هويام ستار كيصوروا الملايين، وملي انا جا الزوج ديالي وفرحانه ما جوش عندي. وتحيه لقناه اشواقع اللي جاو عندي. هذوك الناس كنصوني ما كتجاوبوش. هويام ستار محبوبه في العالم، ومن الميريكان الاخر ديال الدنيا، الكره الارضيه كامله كتعرف هويام. صراحه ما كذبش عليكم، انا غنطير بالفرحه، لان هذاك شارك معاه الدم، والده معاه وليدات، والحمد لله انه جا. وصراحة أنا فرحانة، تواضع وتسامح معايا وقال لي اسمحي لي، والله غفور رحيم. هو راه تعدى عليا بزاف، ولكن أنا مسامحاه دنيا وآخرة. لا لا خويا، أنا شوف داكشي كامل راه المغاربة عارفين، المغاربة راه ما كيكذب عليهم حتى واحد، المغاربة عارفين كل شيء، فهمتي؟ ما يمكنش كذبوا عليهم، عارفين شكون سبابي في عذابي، وملي جا داك سبابي في عذابي راه الحمد لله، الحمد لله. لا انا غندير النقاب، حيت قلتها وعدت المغاربه ان نرجع ليا الزوج ديالي، غندير النقاب وغتشوفوا هي محجبه. شوفوا الماكياج كي داير، جيت حالتي، ولكن ماشي مشكل. صافي غديري النقاب، ما تبقاش ديري فيديوهات ولا لا. غندير النقاب ولكن اللايف ضروري نخدم في قناه هويام ستار. دخلوا قناتي طبيعه الحال، غنخدم في قناتي. او هذيك بقيتي مع راجلي، اختي بقيت دوريا مع راجلي، الله يرحم الوالدين. تعرفوني هو مستر الشوها، هو مستر الفرشه، شي انا هو مستر الفرشه، ما كنبغي حتى وحده تقرب منه. انت مجوجه عندك ولاد؟ الحمد لله. شوفي اختي انايا ناري للقاء مع بات بنتي، وناري وعيطوا لديك الاذاعه اللي سمحت تتسطع عليه. شوف هذاك بات بنتي شاركه مع الدم، عاش الملك وعاش المخزن وعاش كلشي، ونموت عليكم. ولكن عرفاني انا وصلت بهذ الحاله بسبب بات بنتي. ملي رجع انا مسامحه، ولكن اللي عاودها كلشي ناض. فين ما بغا، في اندونيسيا، في موزمبيق، شينوا، في اي بلاصه بغا. لا لا شافي، تحيه ليسرى حبي، شافيها تحيه ليسرى مود، هذيك اختي. احنا كنتوا عارفاني ستار ياكي، وتواضعتي جيتي. كاينين شي ناس يا اختي كيغيروا مني.
كاينين شي مشاهير عارفين اني مشهور عليهم وما بغاوش يتواضعوا يجوا عند هيام، ولكن بغيت لا تحية للشوك كريم ترى خويا ويلي ضرب بسطيل وسكت. شوفوا اختي تحية الكاميرامان اللي كيصور لي الفيديوهات وغي شو سميتك اجن ها؟ تحية الحسن وراه من بعد غنعرفكم به راه مسكين كي من الصباح واشد الكاميرا باش غنلوح لكم فيديو ديال العرس ديالي وغيعجبكم ان شاء الله. وانا راه شوفوا انا راه اوبسي كاتخ ماش كيقولوا لها، ولكن دابا انا راه فرحانه. سكوما الصغير هذا احسن مغني في عيد دياب جا عندي مسكين وتوضع معايا. دراري صراحة الجيران كلشي واقف معايا كلشي كيبغي هيام ويلي شكون ما يبغي هيام كي كنجيكم انا اختي عمر دار. وتحيه الليلة احسن كاميرامان اجي اختي اجي شوفوا تحيه الكاميرامان. هي بيني وبينكم تهلات فيا جابت لي الحوايج داكشي ونسات الحوايج ديال العريس والعريس هو كلشي فهمتي. انا كنبغيك بزاف واللي تقرب لك غتموت وقدام العالم. السلام عليكم خوتي متتبعين اشواقع، ترحب بكم في هذه الخطوبه. ماشي خطوبه تنقولوا الرجوع البيت الزوجيه، يعني المراه راجلها والبنتها. تندير تحيه لدوك العرسان المزيفين اللي كانت كدير معاهم تمثيليه باش يشهروا القنوات ديالهم. شوفوا هاد العيمة ديال شوكان صافي هنايا مشات عين بابا عين ما كيصوروك وهنايا غفلتي طارت عينك ولا ما كليناش بقينا بالجوع. شو العيب؟ قول شو العيب؟ انت فرحان اليوم رجعتي لعائلتك؟ اخويا فرحان بزاف ومراتي انا اصلا في الاول ما بغيتش نطلقها، طلقات يعني راسها وحنا دابا يعني غنرجعوا لبعضياتنا. وهذه درناها غير يعني الناس المغاربه خوتنا وحبابنا وخواتاتنا وحباباتنا، علاش باش يشوفوني انا والطليقه ديالي اننا نرجعوا على قبل ديك البنيه وعلى قبل انني كنبغيها وتا هي كتبغيني. وان شاء الله تبعوني على القناه ديالي والقناه ديال هيام ستار والقناه ديالي اللي سميتها شعيب ابو ريساج تيلي بلويت واحد. هذيك القناه ديالي تندير فيها لايفات وتنهضر مع المتبعين ديالنا. لا ان شاء الله خويا نستقر في المغرب ونستقر مع مرتي ان شاء الله ومع بنتي وغنحاول نبدا صفحه جديده في المغرب. وعندي بروجي ديالي خدام فيه ان شاء الله وكنتمنى كامل اللي نديرو يكون تينال الاعجاب ديال المغاربه كاملين. تحيه للي فان داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه ليكم ونخلي عويشه تقول لكم كلمه زوينه الحب ديالي. شنو تبغي تقول لهيام اليوم؟ نقول لها انني انا كنت كنبغيها وباقي كنبغيها وغنبقاو ديما بعضياتنا وانا ما طلقتهاش وانا ما كنتش على تواصل معاها. فاش كنت في بلاد الغربه ما كنتش على تواصل معاها وما كانش عندها نمرتي وما كانش عندي نمرتها. انا فرحانه وتحيه الاشواق اللي جات عندي احسن صحافه من الاخر. وتحيه وعاش المغاربه وعاش الملك وعاش المغاربه اللي دعموا هيام وخصكم تبقاو معايا حتى الاخر. وراجلي الا كان صادق انا معاه دنيا واخره وانت شتو شنو درت فرحت به ما خليت ما درت عليه. المهم هادشي اللي كاين جبت التريتور عرضت على الناس كلشي خلصته باش نفرح به ونبين ليه شحال كنبغيه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.